السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة نشرة أخبار منتصف الليل من تونس، وهذه أبرز عناوينها. قراءات دستورية متباينة بعد إعلان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عدم ختم قائد السبسي مشروع القانون الانتخابي المنقح. جزيرة جربة تسجل مؤشرات غير مسبوقة في توافد السياح الجزائريين وحركية تجارية تشهدها الأسواق والمتاحف. إصابة قياسية في الحبوب تواجه مشاكل هيكلية خاصة على مستوى التخزين، ووزير الفلاحة يعلن جملة من الإجراءات العاجلة لحل الإشكال. بانتهاء الآجال الزمنية لختم رئيس الجمهورية البجي قائد السبسي القانون الأساسي المتعلقة بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، يفتح باب الجدل القانوني والسياسي خاصة مع اقتراب فترة فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية. أذكى انتهاء الآجال الموصوفة بالأكثر اتساعا لختم تنقيحات القانون الانتخابي جدلا قانونيا وسياسيا بخصوص تعطل قد يداخل المسار الانتخابي، وأيضا ما وصف بغموض ملف صحة رئيس الجمهورية بجي قايد السبسي. المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نوردين بنتيشا وفي مسعى لدفع كل هذا قال إن رئيس الجمهورية لم يختم القانون لرفضه منطق الإقصاء بتنقيحات قدت على المقاصي لجهات معينة، وأفاد أن الرئيس وهو في صحة جيدة سيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع التنقيحات وغيرها. غير أن التصريح لا يمثي وفق التقديرات حقيقة وضعية انسداد دستوري بلغته تونس بفعل ضيق الخيارات على خلفية تعطل عملية إرساء المحكمة الدستورية. ورئيس الجمهورية ربما مارس ما نسميه اختزاله في اللاءات الثلاث. لم يمارس حقه في الرد، حقه في عرضه على الاستفتاء، وفي الختم. الختم له هنا ربما له سلطة في هذه الحالة بالذات، ليست له سلطة مقيدة كما يعتقد البعض. هو يمكن في غياب محكمة دستورية أن يقول أن هذا القانون غير مطابق للدستور، لأنه ربما أنا في رأيي الخاص الهيئة الوقتية لم تصب المرمى، لأنه في هذا القانون في بعض الأحكام غير دستورية. فما خرق مباشر للدستور، زد على ذلك اعتدى على صلاحية المحكمة الدستورية الوقتية من حيث أنه نصب نفسه قاضي دستوري فوق المحكمة الدستورية الوقتية، اعتدى على سلطة المبادرة للحكومة، وخاصة استحوذ على صلاحية السلطة التشريعية لما رفض إصدار هذا القانون، وأخيرا أربك بصفة كبيرة جدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الحسم في الختم يصف البعض ارتداداته بالواسعة، خاصة بعد صمت مؤسسة رئاسة الجمهورية منذ إصدار أمر دعوة الناخبين مطلع هذا الشهر، صمتها عن الخوض في موضوع التنقيحات بالتصديق أو التعليل أو الطرح للاستفتاء. هناك مشكلة أخرى أهم من هذا، الأهم من هذا هو أنه التعتيم الإعلامي على الوضع الصحي لرئيس الجمهورية أدخل البلاد نوع من الفوضى والتأويلات. المفروض أن رئاسة الجمهورية ممثلة في الناطقة الرسمية تخرج للعلن للرأي العام تقول بأن رئيس الجمهورية سوف لن يختم هذا القانون، وتضع حد لمختلف هذه التأويلات. إعادة طرح مسألة تنقيحات القانون الانتخابي الجديد تبقى مطروحة ولو بعد البدء في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية يوم الاثنين القادم. لا خوف من الفراغ، عندنا المنظومة القانونية الجارية اللي عملنا بها 2014، ما عندناش فراغ. لكن الإشكال لو يصدر ويتختم القانون قبل 6 أكتوبر، وقتها تولي إشكال جديد. اللي من أنقذ نفسه بالترشح تحت طاية القانون القديم، فلو صدر القانون قبل 6 أكتوبر وقبل التصريح بالنتائج النهائية يمكن الطعن في هذه النتائج على أساس القانون الجديد، باش تتحل حرب أخرى. ومع هذا تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مهامها طبقا للرسوم التي ضبطتها، وأفاد عضو مجلسها أنيس الجربوعي بأن الهيئة وجهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي وعدم مطالبة المترشحين بأي من الشروط التي نصت عليها التعديلات صلب القانون الجديد.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال شهر جوان الفارط على جملة من التنقيحات التي أدخلت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. في التقرير التالي عودة على أبرز هذه التنقيحات. التنقيحات التي أدخلت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تمت المصادقة عليه ب 128 صوتا ورفض 30 نائبا واحتفاظ 14 نائبا. وقد شهد المشروع إضافة فصل جديد ينص على النحو التالي: هذا القانون يدخل حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. التعديلات قليلة من حيث العدد ولكنها جوهرية من حيث الأثر والتداعيات، فقد أقرت العتبة ب3% بالنسبة للانتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الانتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمة القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها في احتساب الحاصل الانتخابي. هذا وحذفت مسألة إقصاء التجمعين من عضوية مكاتب الاقتراع، إضافة إلى رفض ترشحات وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية والإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعية والرئاسية. التنقيحات التي أدخلت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اشترطت البطاقة عدد 3 والتصريح بالمكاسب والمصالح وما يفيد القيام بالتصريح الجبائي للسنة المنقضية بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية. كما أضيف فصل جديد بعد الفصل 42 مكرر: ترفض ترشحات من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان. يتواصل توافد السياح الجزائريين على جزيرة جربة التي تعيش على وقع مؤشرات سياحية غير مسبوقة، ما يدعم سياحة الجوار خاصة مع دخول الرحلات الجوية المباشرة من مختلف المطارات الجزائرية إلى مطار جربة جرجيس الدولي. في جزيرة جربة مؤشرات استثنائية وغير مسبوقة تسجلها السوق الجزائرية في هذه المنطقة هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب المهنيين بتوافد أعداد كبيرة من الأشقاء الجزائريين إلى مختلف الوحدات السياحية بالجزيرة. السياحة الجزائرية تطورت وقاعدة تطور من سنة إلى أخرى، معناها مش كما سنة 2015 كما اليوم سنة 2019، النمبر الحالي قاعد يزيد. منتوج فريد ومتنوع، فيه برشا حاجات، الجزر معروفة بالمنتوج نتاعها الخاص، وحاجة أخرى يخرجوا السوق الجزائرية، الناس تخرج الدور، فما مهرجانات، فما يهبطوا الأسواق، يهبطوا، معناها ينشطوا للحركة. منتوج ثري ومتنوع في الجزيرة في وحداتها السياحية وأسواقها التقليدية وفضاءاتها الثقافية ومتاحفها التراثية، كانت للكثير من السياح الجزائريين محطات أولى للاكتشاف والمتعة. اكتشاف ما شاء الله، ما كنتش نتصور لك، ما كنتش نتصورها هكا، سي جنة فوق الأرض ما شاء الله. وساعدت السلطات التونسية برشا برشا كبيرة، الله يعطيهم الصحة، وخلونا نشوفوا ان بارادي اللي كنا نشوفوا فيه، الجنة اللي كنا نسمع عليها في الانترنت شفناها حقيقة. عجبني كل شيء. نحن سعداء جدا بوجود برنامج لرحلات غير منتظمة تربط الجزائر الغربية من وهران وجزائر العاصمة بمطار جربة جرجيس الدولي، مما سيساعد حتما في تقريب المسافة و تحسين المؤشرات السياحية على السوق الجزائرية في المستقبل القريب. من سنة إلى أخرى تتدعم السوق الجزائرية في الوجهة السياحية جربة جرجيس برغبة الجزائريين في القدوم إليها وحرص المهنيين على تنويع المنتوج في انتظار استكمال الحلقة الأهم بدعم الخط الجوي نحو مطار جربة جرجيس الدولية. صبة الحبوب هذا الموسم كانت قياسية مقارنة بالسنوات السابقة، غير أنها وجدت إشكالا في التخزين. جملة من الإجراءات العاجلة تم اتخاذها لإنقاذ هذه الصبة إثر جلسة عمل عقدت في مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
حضرها كل الأطراف المتدخلة لإيجاد حل لأزمة التخزين. أكثر من 24 مليون قنطار هي صابة الحبوب هذا الموسم، منها 11 مليون تم تجميعها. محصول في مجمله وصف بالقياسي مقارنة بالسنوات السابقة، غير أنه اصطدم بأزمة في التخزين شملت 2.5 مليون قنطار، منها 800 قنطار يجب إجلاؤها في القريب العاجل. إشكالية طالت بصفة خاصة ولايتي الكاف وسليان. كل مراكز التجميع حاليا فاقد طاقة الاستيعاب نتاعها، وهذا بطبيعة الحال باش يثير بعض ردود الفعل السلبية خاصة من الفلاحة اللي يقعد معناها بالنهارين وبالثلاثة واقف قدام مراكز التجميع لتقبيل المحاصيل نتاعو. احنا توا على ابواب ربما تقلبات مناخية اللي ممكن تأثر خاصة على كمية الحبوب اللي هي موجودة في الهواء الطلق واللي معناها توصل احيانا الى 50%. السنة الحمد لله يا ربي كانت صابة معناها قياسية برشا. تبقى عندنا الاشكال وين؟ الاشكال انه في بالنسبه لطاقه مخزن مراكز التجميع كانت ما نجمش تحمل الطاقه بصوره انه عندنا توك حاليا اكثر من 600 الف قنطار في الهواء الطلق. دونك لهنا يلزم الحل الوحيد هو الاجلاء. وأمام هذا الإشكال انعقدت بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جلسة عمل عاجلة لمتابعة مدى تقدم تجميع وتخزين الحبوب، وتم على إثرها اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لعل أهمها اعتماد الحمولة القصوى للشاحنات الناقلة للحبوب المهددة بالتلف، حمولة قد تصل إلى 35 طن. إن شاء الله باش تتكون لجنة على مستوى ديوان وزير الفلاحة يترأسها مدير ديوان وتضم الغرف الثلاثة والشركة التعاونية وديوان الحبوب. ضبطنا الخارطة متاع النقاط السوداء اللي مازالت فيها بعض المراكز فيها صعوبات نتدخلوا عليها يوميا. غرفة مطاحن عندهم طاقة متاع تخزين بمليون ومئتين قنطار من القمح، فهما عندهم ديكوتا متاعهم، فاحنا سبقنا لهم على الحصة متاعهم جويلية وقوت وأضفنا لهم 400 ألف قنطار باش ينجموا يستوعبوا هذا، ونجموا احنا عندنا بعض الإشكاليات في الفارينة وفي السميد فيمكن أنها تتحل. هذا وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية سمير الطيب أن الصابة الاستثنائية للحبوب ستساعد على التخفيف من ضغط التوريد. في الشأن العربي الآن وتحديدا في ليبيا، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية في البلاد، مذكرة إياهم بالعواقب المترتبة عن مخالفة أحكامه. وقالت البعثة إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسراً على مغادرة منازلهم. وفي الشأن السوري، جددت الأمم المتحدة دعوتها الدول الأعضاء لدعم الأولويات الإنسانية العاجلة للأمم المتحدة لدعم العمل الإنساني لفائدة السوريين، لأن ما يزيد عن 11 مليون ونصف المليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة في سوريا، من بينهم 5 ملايين في حاجة ملحة للإعانة. كما أكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 350 مدنيا قتلوا في الاشتباكات الأخيرة في إدلب، ما نتج عنه اجتياح حوالي 3 ملايين مدني إلى الحماية ومواجهة ظروف إنسانية متدهورة. عربيا أيضا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها، ويشارك في هذه العملية الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي منذ انطلاقها بداية هذا الشهر بهدف ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين والأنبار وصولا إلى الحدود السورية. عودة إلى تونس، وفي جهة سليمان بالوطن القبلي، يعتبر مهرجان البحر حدثا ثقافيا جديدا ضمن العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية. الدورة الأولى لمهرجان البحر بمعتمدية سليمان من ولاية نابل أمها الشاطئ الجهمي ضمن فعاليات ثقافية تراوحت بين الجانب التربوي التنشيطي والرياضي. والمهرجان ذي في دورته الأولى
انبثق من حملات تحسيسيه كنا نعملوها كل سنه، انشطه كما تراو فيها هكا انشطه ثقافيه ولا رياضيه في الشاطئ. يا اخي كانت في جزء بركه من شط سليمان، السنه حبينا نعموها وطورنا الفكره نتاعنا واصبح مهرجان. الحدث الثقافي كان نتاج جهد مشترك بين جمعيات سليمان، ولن اختلفت اسماءها وتوجهاتها فقد توحدت من حيث الصالح العام والرفع بالمعطى التوعوي سيما لدى الناشئه. هي حاولنا باش نخليو العباد الكل تشارك في البرنامج هذا، حاولنا باش نلموا الجمعيات بشتى يعني اصنافها الرياضيه الثقافيه التوعويه والبيئيه باش يكون عندنا برنامج ثري للانشطه الثقافيه الانشطه البيئيه الانشطه التنشيطيه وبالطبيعه الانشطه الرياضيه. كيف كيف تكون عندنا فقرات تحسيسيه حول مخاطر اشعه الشمس، حول مخاطر اللي نتعرضوا لها في البحر، حملة تحسيسية حول التدخين، حول النظافة، حول أهمية الإسعافات الأولية في حياتنا اليومية. وتتواصل فعاليات هذه الدورة إلى حدود 29 من الشهر الحالي مع طموح بعودة أفضل في السنة المقبلة. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. قراءة دستورية متباينة بعد إعلان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عدم ختم قائد سبسي مشروع القانون الانتخابي المنقح. جزيرة جربة تسجل مؤشرات غير مسبوقة في توافد السياح الجزائريين وحركية تجارية تشهدها الأسواق والمتاحف. إصابة قياسية في الحبوب تواجه مشاكل هيكلية خاصة على مستوى التخزين، ووزير الفلاحة يعلن جملة من الإجراءات العاجلة لحل الإشكال. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والاهتمام، في أمان الله.